بسم الله الرحمن الرحيم. أجد سعادة على الدعوة هذه اللي قدمها لنا السيد العام. حنا الشيء كيزيد أننا كنفتخروا به وكيزيد يحفزنا وكيعطينا واحد الحافز اللي باش نقدموا الأفضل في المستقبل إن شاء الله. الحمد لله أننا قدرنا نفرحوا هذه المدينة هذه تضافر المجهودات ديال الجميع من السيد العام لا من جهة المعنية لا من السيد الرئيس خالد تعرب لا من العمل اللي قام به السيد المدرب معنا طيلة الموسم ومن المجهودات ديال اللاعبين بيان سور. والحمد لله أننا قدرنا نحققوا هذا الأوبجيكتيف هذا وإن شاء الله كنتمنوا أننا نزيدوا نستمروا في التألق هذا إن شاء الله في الموسم المقبل اللي ما غاديش يكون سهل اللي خصنا نقوم واحد العمل اللي مضاعف باش اننا نثبتوا المكانه ديالنا في القسم الوطني الاول. وان شاء الله هذا الشيء كيزيد انه كنفتخروا بهذا الشيء هذا اللي حنا حققناه لجميع اللاعبين. هذا الشيء ما يمشي سهل ما تقدر تفرح هذه المدينه هذا وهذا الشعب هذا ديال المكناس. الحمد لله ان ربي وفقنا قدرنا أننا نحققوا هذا المبشر هذا وشكرا.